الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رد ما يفترى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أول المخلوقات، وأنه نور بمعنى الضوء والعياذ بالله تعالى. قال شيخ الإسلام شيخنا الشيخ المحدث عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه: من المفاسد التي انتشرت بين بعض العوام ما درج عليه بعض قراء المولد النبوي الشريف وبعض المؤذنين وغيرهم من قولهم إن محمد أول المخلوقات، وما ذاك إلا لانتشار حديث جابر الموضوع بينهم، وهو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وفيما يلي نورد ردا بالأدلة العقلية والنقلية الشافية. نقول هذا الحديث موضوع لا أصل له، وهو مخالف للقرآن الكريم وللحديث الصحيح الثابت. أما مخالفته للقرآن ففي قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأما مخالفته للحديث فقد روى البخاري والبيهقي من حديث عمران بن الحصين أن أناسا من أهل اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهذا نص صريح في أن أول خلق الله الماء والعرش. وأهل اليمن سألوه عن بدء العالم فأجابهم وأفادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهم مما سألوا عنه، فقوله كان الله أي في الأزل، وقوله ولم يكن شيء غيره أي أنه لا أزلي سواه، لأنه في الأزل لم يكن ماء ولا هواء ولا نور ولا مكان ولا ظلام. وقوله وكان عرشه على الماء أي وجد العرش على الماء، وبوجود الماء وجد الزمان والمكان، أما قبل ذلك لم يكن زمان ولا مكان. فيعلم من هذا أن الماء والعرش هما أول المخلوقات، والعرش جرم كبير له أربعة قوائم يشبه السرير، يحمله أربعة من الملائكة، خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. والماء أول المخلوقات، فالماء أصل لغيره، وهو خلق من غير أصل، فبداية العالم من غير مادة، ولا يحيل العقل وجود أصل العالم من العدم من غير مادة. فكان الأولى في الحديث للأزلية، أما كان الثانية في قوله وكان عرشه على الماء فهي للحدوث. فمن هنا يعلم فساد قول من يقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء، فالذي يعتقد أن الله خلق نور محمد قبل كل الأشياء لا يكفر، لكنه يغلط لمخالفته ثلاثة أحاديث ثابتة. هذا إن كان لا يعلم مخالفته للأحاديث الثلاثة، أما إن علم ومع ذلك خالفها فإنه يكفر. والذي يعتقد أن روح محمد خلق من نور لا يكفر، لكن من يعتقد أن جسد محمد خلق من نور فهو كافر لتكذيبه القرآن. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. صدق الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.